FM كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حلقة جديدة من كلام القلب. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. الاثنين 25 ديسمبر 2023، كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. نسلموا عليكم دخل تونس ولا خرجها واحدة واحدة. متابعينا في الكيسات نونسوكم طيلة الساعتين هما اللي بش نونسوه ربيع ساعة اللي بش نونسوه نصيف ساعة. فمش كون تلقاها كي نافي للحمامات السوسة سفاقس كذا من بلاصة لبلاصة بش نونسوه تقريبا طيلة الحصة. ربيعينكم كل المستمعين في خدمكم، كل التحية للناس تبعنا عشان يوتيوب اف ام تي في ولا الباش فيسبوك راديو اي اف ام كلام القلب. كالعادة راحة نوعية زمنية لمدة ساعتين لشكون للعقل، والكلمة تكون للقلب على الرقم 31. بلي ما تعطيوها لحد براني، خليوها بيناتنا كايا على الرقم 31 380 ألف 31 380 ألف. اي اف ام كلام القلب. كلام القلب اليوم يا سيدي يتغلغل في حاجة أكية نقطة من المشاعر ومن الحب معينة. يقول لك ساعات الواحد يحب إنسان من غير ما شافه قدامه. كيفاش؟ ما تتصدق شيء، ما تخطر شيء على البال. يا ودي يهديك يا ودي، كيفاش حبيت الشخص ذايا وانت ما ريتوش؟ يقول لك حبيته. عادة وقتش تصير ذي بنسبة كبيرة تصير ساعات مع المشاهير. شخص يتعدى في التلفزة، ممثل، مقدم، كرونيكور، ما نعرفش، كاتب، إنسان يتعدى في وسائل الإعلام، شعر يتعدى في وسائل الإعلام المرئية ولا سمعية، راديو، تلفزة، في اليوتيوب، في الانستغرام، مانيش عارف. وانتو كشخص مشهور، شخصية عامة أو مشهور. فموضوعنا لليوم، حبيت شخصية عامة، حبيت مشهور، حبيت شخص مشهور، حبيت امرأة مشهورة، ولا يا أخويا عندك إعجاب كبير بها يضاهي الحب، ولا حبيت راجل مشهور؟ كيفاش؟ ساعة من غير مريته من التلفزة والراديو وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ولا قابلته مرة أو مرات هالشخص المشهور هذا؟ كيفاش كانت حكايتك بينك وبين روحك؟ تكذب وتنسي، ولا عندك صاحبتك المقربة حكيت لها هي بركة، ولا صاحبك المقرب حكيت له هو فقط؟ وحب هالشخصية المشهورة هذه، هل كان حب من رجل للمرأة أو مرأة إلى رجل، ولا حبيت شخص مشهور؟ أنت مثلا ما نعرفش أنا طارق وحبيت مصطفى العدواني الله يرحمه، كنت نحبه ياسر كشخصية مشهورة، كنت نتمنى نلاقيه من اللي تغرمت بالمسرح، لكن إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله يكون من أهل الجنة. عندي ولد حومتي مثلا سيدي يحبها بالحق، فما ممثلة تونسية يحبها بالحق، مثلت هي في مكتوب ثلاثة أول ما ظهرت وقتها في المسلسل، ما كانت شخصية باهية ياسر عكا خانة رجلها وكل. عندي ولد حومتي سيدي قال لك ما ناخذها كان هاي امبوسيبل ما عنده حتى فرصة. دونك إذا عشت التجربة هذه حبيت شخص مشهور، كلمنا على رقم 31 380 ألف 31 380 ألف. كما تفهمنا هالنمرو ذا خليوه بيناتنا بالله، مداش طيشوا فيه كيل البرانية كي وما تقولوا عليه لحد. 31 380 ألف 31 380 ألف. قد يكون هذا الحب تجاه المشاهير ممنوع، ووائل الكفوري قال عن الممنوع أو غنى، مش هو كتبها، غنى كل شيء ممنوع مرغوب. كلنا مننجر نسمعها تسويت بعد الفصل. بعد شوية نكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفان أحلى غاديو. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو.
9:19 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى الـ11 تعليل. كل تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا، تابعوا فينا موصين حتى الـ11 تعليل. اليوم موضوع صعيب شوية. حبيت شخص مشهور من غير ما تراه ولا قابلته مرات ما نعرفوش من خلال التلفزة والراديو والفيسبوك والانستغرام كهو، ولا قابلته الشخص هذايا وكانت عندك تجربة معه. كيفاش كانت الحكاية؟ كلمنا على الرقم 31 308 1 31 308 1. معنا سي توفيق، أهلا وسهلا. يا مرحبا، السلام عليكم. شنو أحوالك سي توفيق؟ ربي يفضلك تطرق يا غالي. الله يبارك لك سيدي، منين تكلم فينا؟ ربي يحفظك انت وجميع العاملين في ذات يفهم. انا نكلم فيك من ساقس، انا ديما شارك معك. مرحبا بك سيدي. اما في برنامجك هذا مرة ولا اثنين، اما سامحني قل لي. انا مرة اخرى هنيك بعيد ميلادي ان شاء الله 300 و600 سنة. 300 و600 من الحسن الى احسن. قديش 300 و600 سنة، يعني بعد جيل 300 و600 300 و600 سنة. ايه 300 و600 سنة. حلوة 300 و600 سنة. ان شاء الله من حسن الى احسن. ان شاء الله ربي يعطيك ان شاء الله ربي يعطيك طول العمر 100 و200 سنة. ربي يحفظك يا اخوي، ربي ان شاء الله يتوضك. انا يا اخوي دائما هذه ذاتي المفضلة ومدمن عليها وديما نسمعها. هاي غدوة هو عيد ميلاد. انا ما نساش كادو زاد، انا زاد عيد ميلاد نطلب لاخويا وما يهزوش عليا شيء. هما عملوا كادوات اليوم في الراديو. انا قلت مخر مش يعني مش متبع كل يوم كادوات عامة. ماهوش كادوات يعني تكلموا يلوبش علي يا ربي تخطف لي. شنو هو احسن من الكادو انك تتعدى معانا في كلام القلب سي توفيق؟ هكا هكا برشا هكا عز هكا عز برامجكم كل عزيزه كل برامجكم اش خير من والهديه اللي نحن زاده. ما في هذا، انا ما جاتي كي تهدي لي حويجه زاده يا خويا. هام يسمعوا فيك الاذاعه، انا كيفك نستنى فيه هديه زاده، نستنى فيه شهير. يا سيدي برامجكم حلوه، هكا هو الكادو بكلكم حلوين، ربي يحفظك سي توفيق. نعم. شكون الشخصية المشهورة اللي حبيتها؟ رجل أم امرأة؟ والله يا رجل. رجل. نعم. هاي شكون هالشخصية هذه؟ الشخصية هذا ربي يطول أمره وربي يحفظه، هو سليمان النهدي. سليمان النهدي. حتى أنا أول ما بديت مسرح سي توفيق. نعم. قالوا لي تقلد سليمان النهدي. عديت عام مش مبرف، عديت عام وأنا مبرف كيفاش ما عادش نقلده. باش نخرج من كثر ما تفرجت فيه. اي شخصيه نعملها وقتها تخرج بالليتيك نتاع لمين النهدي، باش نحيت هكا شويه دي سلكتها بالسيف. اي نعم. علاش تحب الشخصيه المشهوره هذه لمين النهدي المسرح الكبير؟ انا كاين غير له في التلفزه يضحكني، خلي عادي يتكلم هكا ساي ما عادش يشد روحي الجمله بالساكته يقتلك بالضحك، فما بالك يتكلم. مش نورمال. المره يا سيدي في التسعينات اي جابوه في ملعب الطيب المهيري في سقس هكا في المكي الذكي. نعم. عمل عرض في الطيب المهيري؟ اي ما لا لا التسعينات. اي انا عمري 64 سنه نتكلم فيك. اي في اي 64 سنه واضح؟ اي معناتها جابوه في التسعينات. عاد في طارق يا خويا المدام وانا وياها قاعدين ما عنديش تلفزه وقتها، كاريوم عندي زو صغيرات بيبي. اي اقترحت عليا قالت ايش قولك ندخل مكي الذكية وقتها يعمل العرض بتاعه من عشر بدا ساعة ونص من بعد توا حتى ولا في نسوية وحتى ما هو كل مرة يطوروا يعطيه صح. زي قلت لها وش غير كيفاش؟ قالت لي قدوم ونمشي. يا بنتي راني خاف على الصغار، ضو الدنيا شكون يعرف؟ قالت لي نمشي ولبس. غطينا صغيرات رقدناهم وكذا وخذينا تاكسي ومشينا الملعب الطيب الميري ودخلت انا والمدامة ودخلنا في لمين النهدي. اضحك يا اوتو يوفا ويرجع نص الليل اذا ما شيء خارج. قال لا مش نرتاح شويه ونعود نخرج لكم. هاكا طيب المهيري من اللي كان مستمتع بسيمي ترابلسي ولا شيخ على لمين النهدي؟ ما عنديش مع الكوره. اول مره ندخل للطيب المهيري في المكي الذكي هاكاو. هاكاو. اي شختو مالا ليلتها؟ نو المرأة شيخت وانا شيخت. قالت لي كيفاش؟ قلت لها قال لك نص الليل ونعاود نخرج، انا راهو قلبي ماهوش مرتاح على كزوار يا بنتي هذه. قالت لي خوني اللي في البركه خذينا التاكسي وطلعنا والحمد لله وستر ربي كيما خليناهم كيما قيناهم رجلي. الحمد لله خليتوهم راقدين ومشيتوا تفرجتوا وضحكتوا وروحتوا لهم.
والله صدقني نضحك ونتفرج وقلبي عليهم. خاف يا اخويا خير وزول الدنيا ما تعرفش على الدنيا ايش يعني. الحمد لله هذه عمارة مو وقت عليه ما زيتهمش. والله يا صغار سي تعرف صغار ما مشاولوش كي كبروا. شافوه في التلفزه. لا في التلفزه. اما انت مغروم بيه اكثر. مغروم بيه ونحبه ربي يطول عمره وربي ان شاء الله يفرج على مرته ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشفي وربي الفنانه سعاد محاسن. يا اخويا طارق باللوجيك نحكي لك من الاخر وعلى الاخر باللوجيك والله مع كامل احتراماتي ولده لطفي العبدلي والجماعه الكل بالنسبه ليك هو المعلم. المعلم وعندك عادل امام نحطهم فرد كف هاي ملك الكوميديا والزعيم. اعطيك الصحه. ايه شنو تقول له اكيد الفنان اكيد باش توصل له الفيديو الممثل الكبير والكوميدي التاريخي خلينا نقول انا للتونس للمسرح التونسي شنو تقول له اكيد لو يسمعك واكيد باش توصل له الفيديو هذا. هاي من سي يعني توفيق من صفاقس. اي توفيق من صفاقس والله نحبه ونعزه وان شاء الله ربي يطول في انفاسه وربي ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله يا ربي احفظه. احنا نحبه انسان شخصيا وتمثيل كل شيء. كان يعمل لكم حفله اخرى في الطيب المهيري شاير اخر تمشيش؟ الله كان بيع دبشي. ها؟ كان بيع عليه شنو ندخل؟ تدخل ها؟ زي النهدي. باهي سيدي ياو يسمع فينا سي لامين النهدي بالك يعمل لكم حفله كيف حبوها في الطيب المهيري مش في المسرح في صفاقس حبوها في الطيب المهيري والجمهور والله حتى والله وين حتى ندخل يا اسمع وكومبلي استاد نهارتها ها هو شكون ما يحبش لامين النهدي ملا لا منجي العوني ونور الدين وان بن عياد وقتها اما لامين النهدي وحده تي غيرت انا توا شتيت نعمل عرض غادي وين انت توا شيء انت عملت قلت لي ساعه بروفا واحد ايه كيفاش شنو في الاخر شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ توا نجيكم لصفاقس تتفرج في مرحبا بيك مرحبا بيك عجبني قبل ما تجي يعني ايه تدلل زي هاو تنقول هنا في الراديو ماني فالح انا كل شيء نقوله وانت ياك اما المره ذي جيب الصغار معاك توا اللي بصغارها بنتي كبيره مثال جيبها هي وصغارها هاي تو نجيبوا العايده كامله يا سيدي. شكرا لك سي توفيق اللي شاركتنا حبك الكبير هذا الفنان الكبير لامين النهدي اللي نسلموا عليه لان زاد الحقيقه يمكن كان كلمت راني كلمت على لامين النهدي بين الفنانين التوانسه. مصير معكم حتى ال 11 تعليل في كلام القلب. حبيت شخصيه مشهوره شكون هالشخصيه هذه كلمنا على الرقم 31 308,031 308,000. سيد مخرج ناخذ رايك انت ناخذ تليفون ولا تحب نخرج اغنيه؟ تحب ناخذ تليفون؟ ناخذ تليفون تحش تعب تحب ترتاح تاخذ اغنيه ناخذ تليفون. يلا سيدي يلا على السلام. الو 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 مساء الخير تحيه ليك تحيه كل مستمعينا في هفام. هاو صوتك انت بتاع شخصيه مشهوره. شكرا لك تحيه ليك تحيه لمستمعينا كل عام وانتم بخير كثير وبتتالق على الدوام وتنشط كل مستمعينا والمنافسين في راديو يا اف ام. شنو اللعبه هذه؟ ان شاء الله. عسلامه لله شكون معانا؟ معكم نعيمه من صفاقس. شكون؟ نعيمه من صفاقس. نعيمه من صفاقس زاد نعيمه احنا غدوه لعيد ميلاد نتاعنا. وعنا الحفله نتاع الراديو ابارتير من السبعه بعد السبعه ما حد ما يحب حد يخدم الكل تحب تمشي للحفله تجيش انت تنشط خاطر حلوتك ما شاء الله كل عام كل عام وانتم بخير مرحبا هاي طول الغدوه شكرا لكم ومزيد التالق غدوه فماش خاطر كلام القلب والله بالرغم بكل ثقه وكل صدق معناها يا نعيمه ديما ديما في البرامج اما عندي برامج صبحيه لازم نتبعها ساعات شويه كف الليل حمزه البلومي في النهار حمزه سباري مع العشره مو برنامجو او ساعات في الليل كان نسمع شويه اغاني اما نقول لكم مش بالتالق بصراحه كنت اتبع في رقمك قبل في ديوان هكا تو وفما الاخر هيك الفن 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 عنا هو الفن اي نحن ظن برامجكم حلوه كبصدفه الليله ضيفه بحنا دارنا كحليت التليفون الفن الفن نتاع حسين بالوعر هذا يا نعيمه اي حسين بالوعر اي اسمعني نعيمه فما عندنا كي مشكل صغير في الصوت مانيش فاهم وشنيا تتحرك ياسر ولا كيت ولا وانا من انا ضيفه في دارنا عندهم شويه كال الدار مسكرة شوية شوية برد الليلة دونك على الكانون وعلى الكتاي دونك الحس هذا انت كي تتقروح قاعدة من البرد
لا لا مش ولا مش بعدين انا متونسه بيكم ومدفيه بيكم مرحبا يا ليلى. اسمعني نعيمه، نقول لك قلت اعتبرني صاحبك وياما بشر من قبل قالوا هالي، وقلت اعتبرني صاحبك حسيتها نغمه وتر عشت على موالي، ويا صاحبي كلمه الصاحب صعبه وفيها نحس بطعمها يا حلالي. الله يا حلالي الله. ملا نعيمه اسمعني نعيمه. نعم. أنا قلت لك إجا غدوة أخدم أنت في الليل، خاطر كلنا ماشيين لحفلة الراديو. سيد المخرج قال لك حتى أنا ماشي للحفلة، جيب معك مخرج. لا لا أنا المخرج ونقدم ومقدمة برامج ونحطها في راديو ويف. ريت كي نسلخ بيك من الأول نعيمة، يعني مكشوف علي الحجاب. العمرة وصلت لك. نعيمة. نعم. قديش العمر لو تسمح؟ 53 سنة. 53 سنة، شكون الشخصية المشهورة اللي تضربت فيها ولا حبيت؟ لا مش حكيت فيها والله، هو الفنان ديما يقدم حاجة، معناها مهما كان الفن عندنا من الفنانين ما شاء الله جاسة بالحق راهو. أما معناها فما فنان تبدا تتبع فيه، معناها في حفلات وهي التواصل الاجتماعي تخليك ديما تتبع الفنان. فنان معناها عجبت بأغانيه بالحق، وهو بعيد معناها نقولوا احنا تونس لبنان بعيد على تونس، مستحيل معناها انك تطار فنان مباشر. بالصدفه جات الصدفه اني نصت في راديو الويب، هو وصل الشخص عنده حفله هكا ديما يبعث لي مساجات عالسلامه شحويك الشعب التونسي، تعرفنا احنا الشعب مزيان الشعب التونسي الحمد لله يا ربي. جات الصدفه قلت له انا مقدم في برامج. هو لبناني؟ اي هو الفنان روني فتوش. روني فتوش فنان لبناني. الفنان اللبناني. اي جاي لتونس. جاي لتونس جاي لصفاقس، هو عاش فتره في صفاقس، قلت نحب نقدمك في برنامجي، عجبته الفكره خلي ما فادش. جاي احضر في برنامجي وتعدى في برنامج ويعطيه الصحه اللي هو معناها فنان باش يجيك معناها البرامج راديو ويب، معناها راديو ويب ماهوش راديو كبير معروف. كان نجم يقول لك ليه تقصد. اي اما هو انسان متواضع، انسان متربي، يعطيه الصحه، نحب نوجه له تحيه. هو مره جاي ماشي الجوهره اف ام، بعث له ميساج ونحب موال جبلي، قال له تحيه انا بحكم انا لامار، اسمي لامار على الباج فيسبوك، ما حبش يسمي اسمي، قال له تحيه السيده لامار اللي هي طلبت الاغنيه هديه لها هي موال جبلي. انا تعجبني عنده اغنيه اسمها اه يا حلو. يا حلو عنده يا مشي ويرا الحمراء غنيته حلوه برشا، وغني يغني الاغاني الجبليه عيون القلب الوديع الصافي، زاد عنده اغاني سمحه برشا. هو توا عنده ليله راس العام، عنده سهريه في ساعه هنا في ماشيه ولا راكشه؟ نعم باش تمشي للحفله ولا لا؟ باش نجي نحس في ديوان اف ام، عاد انا باش نولي منصه معاكم. لا احنا اي اف ام مش ديوان اف ام. لا اي اف ام. اي لا وبالغلطه هذه ذولي فيك باش تمشي تناشط في شمس. لا لا انا بس نصت معاكم ان شاء الله اي اف ام. مرحبا. اما ديوان اف ام نوجه لهم تحيه حتى برشا الزملاء اللي كانوا معايا. في فرد الوان ديوان اف ام. فرد حزاز. كانوا معايا في ديوان اف ام، هما زملاء زاد نعرفهم. احنا عملنا تنشيط في اذاعه الساقس، اختارونا معناها مجموعه من الشباب ومجموعه من الكبار، معناها تجربه ناجحه برشا في اذاعه الساقس اللي هي الفضل فيها، معناها باش دخلت الدومين التنشيط، قعدت 5 سنين في اذاعه الساقس وبعد في التنشيط في راديو. نعيمه. نعم. انت كتبعث له مساجات روني فتوشي حل هما؟ اي باهي انت دونك باش تبعث له الفيديو هذايا، هو في اخر فيديو باش يلقى يسمع الرساله هذه منك ليه، شنو تقول له؟ قول له ربي يوفقك ويعطيك الصحه على المبادره نتاعك، وهو عنده معناها رحب بالفكره، خاطر احنا في راديو جمعيه اللمه الثقافيه اللي هي معناها جمعيه خيريه هكا. وعملنا فيها راديو وراديو ويب اللي هو معناها رحب بالفكره كونك في الجمعيه معناها وفيها راديو وفيها معناها ماتريال بالشكل هذايا. وجهت له تحيه حتى عبر اذاعه الساقس، وجه لي هو تحيه، نشكره برشا وربي يوفقه في اعماله الكل، وتحيه للناس اللي تبع فيه الكل، زاده تحيه لوالدته اللي هي معناها هو يقول لي يا امي على فكره هكا. اي نحب نوجه له تحيه كبيره برشا من خلال راديو اي اف ام. تحيه لكم انتم ومزيد التالق، وان شاء الله يا ربي العام 2024 يتعدى عليكم بالخير ان شاء الله، ومزيد الصحه ان شاء الله، وشكرا لكم. شكرا لك. الصحه. شكرا لك نعيمه اللي شاركتنا
حبك هذا للفنان اللبناني روني فتوشي اللي على حسب ما قلت انت اخر العام مش يكون موجود في صفاقس. نتمنى له نجاح في الحفله نتاعو. مصير معكم حتى الحديث تعليل في كلام القلب. باش نسمعوا اغنيه للفنانه التونسيه امينه فاخت سلطانه غرام، وعلى ما يبدو المستمع القادم حسب ما نفهم المخرج نتاعنا كي شويه باش يطلع المستمع القادم يحب امينه فاخت. وتو نثبتوا اسمعوا معنا الاغنيه وتنرجعوا مع بعضنا نثبتوا يحب امينه فاخت صوفيا الصادق. مانيش عارف فاصل صغير ونرجع معكم بعد شوية. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. 9:41 دقيقة مواصلين رحلتنا في كلام القلب حتى الأحداث متاع الليل. معنا طارق، أهلا وسهلا. وي خويا السلام عليكم. شو اهلا بسي طارق، شو احوالك؟ لاباس عليك الحمد لله. سي طارق قداش العمر؟ انا دخلت معك قبل. اي ماناش حافظين عمرك احنا طارق. اي 37 37 سنه. انا طارق بتاع المطار اللي دخلت معك. طارق بتاع المطار شنو هذا؟ اي اللي وقت اخذت نختك المطار دخلت معك قبل في موضوع قصة الحب اللي خلينا في هذا طارق، خلينا في هذا تو بعد نثبتوا فاش دخلت معنا طارق. دونك 37 سنة دخلت معنا اليوم في موضوعنا حبيت شخص مشهور. شكون الشخصية هذه اللي حبيتها؟ الشخصية اللي حبيتها هي اللي كنت توا نسمع فيها. دونك المخرج عمل لنا تمريرة حاسمة. يعطيه الصحة أمينة فخت يرحم والديه المخرج. الغناية غناية مزيانة برشا، ومن الفخت غناية كل غناية مزيانة. دونك أمينة فخت هي سلطانة غرامك. أنا أمينة فخت من اللي بديت نسمع ونفهم الغناية الفنانة الوحيدة اللي تعجبني، وصوتها غاية في الروعة، وحضرت لها في برشا حفلات وكنت أتمنى باش نقابلها وقابلتها. قابلتها في الدنيا وحدك؟ أي قابلتها. أي وين قابلتها؟ والله انا قبل حضرت لها في بنزرت في المهرجان بتاع بنزرت، شفتها معناها اون ديريكت، وحضرت لها في كرتاج، وحضرت لها في الحمامات. وين هي وين انت؟ اي وين ما نسمع بها عندها حفله نقص ونمشي نتفرج. مهبول نتاع امينه فخت. مهبول نتاع امينه فخت. طبعا السيديات اللي عندي في الدار والكاسيتات قبل وحفلات مسجله فيديوهات والدنيا معناها. وش هي سر هالحب الكبير هذا؟ كيفاش بدا؟ والله صوتها يطربني على الاخر، وفي نفس الوقت هي كفنانه وكامراه تعجبني معناها. كاريزماتيك، شخصيه فريده هي من نوعها من فخت. ريت خويا تارك الهبله اللي تعملها على المسرح. فما عباد يقولوا كيفاش معناها تخرج على النص ما يجيش وكذا و... والله العظيم هذيك الحاجه هذيك السر الشارم نتاع جمهورها يحب على الحاجه هذيك. الهربه المسرحيه اللي تعملها على السين بالنسبه ليك هذيك زايده فيها شطر. بالطبيعة هذيك سبونتانيمون تتصرف فيها هي التلقائية، وقت اللي تبدا شيخة مع الجمهور تولي تتصرف هكاك اعتبارها واحدة تدور في دارها وتتصرف عادي معناها ماهيش عاملة قاوق نتاع مسرح وجمهور وصحافة وناس تصور. هي عادي تدير تتصرف على طبيعتها. وريت حتى كي تشوفها في الدنيا، خاطر أنا قابلتها في الدنيا وحكيت معها وعندي ديجا تصويرة معها معناها. إي ريت هي نفس الشخص كي تراها في الدنيا كيما تراها فوق المسرح. نفس الإنسانة. وصوتها ماهوش مش يتكرر في تونس كيما صوت السيدة عليا، كيما صوت نعمة، كيما سولية، معناها من الأصوات الكبيرة نتاع تونس. ذكرى محمد الله يرحمها. الله يرحمها. لا يتكرر. لا يتكرر. أما خسارة ما عادش تغني هي تو عندها مدة. خسارة ما عادش تنتج، مش ما عادش تغني. أي ما عادش تنتج، أي حتى كي تعمل حفلات خاصة معناها ديما تغني في الأغنية القديمة. هي عامين ثلاثة عملت زوز حفلات ورا بعضهم في كرتاج، مشيت. عندها عامين كزوز اللي ورا بعضهم هذوك. مشيت عندها عملت حفله، فما حفله عملتها هي وتش بشناق اللي طلعت فيها بنتها. اي طلعت بنتها على المسرح غنيت معها حضرت فيها. اي والحفله الاخرانيه اللي عملتها في كرتاج حضرت لها زاد قبل الكورونا. معلق تصورها كنت؟ انا عندي تصورها في الدار وعندي تصويره معايا بيرسونال مون. صورت انا وياها قابلتها في الحمامات على البحر. انا قاعد نعوم على روحي وهي متعديه مال الزهر قعدت نثبت. اي والله كيما نحكي لك هي بيلا تعوم.
برغم اللي معناها تعرف انت انسانه متعديه على ناتوريال لمكياج شيء وشعرها منفخ واحده ما نخفت اطفال كيف هذا؟ تثبت تلقاها دندن في سلطان دغرام قلت هذه هي من افخت انا كنت متعديه مشيت لها انا كلمتها قلت لها بالله من افخت قالت لي تفضل شو تحب ومانيش من افخت هذه المرة الأولى نبزتني وبعد كده مشيت شوية ورجعت لي قالت لي تفضل إيش حاجتك أنا من الفخت معك قلت لها أنا مرضي عشويك قالت لي لها الدرجة أنت مغروم بيها قلت لها مش مغروم بيها قلت لها أنا ما أبغول بحاجة اسمها من الفخت قصة عشق وولد رجعت شغلت معي تصويرة حسينه حاجة دي كنت أتمناها صارت تزوجت طارقة والله ما زلت تزوج على بنت حليله ما انا ما كنتش نحب حب نتاع زوجها اي ليه باش اقول لك تحب تجيبها في عرسك من افخت والله مش خاص امنيه حياتي امنيه حياتك تجيبها هنا افخت في عرسك كان ربع كم غني اي كان ربع ترى العمر وجاء النهار هذاك امنيه حياتي تجي وتحفل في العرس شنو مشكل ان شاء الله تجي ما تطلبش علي مليار ولا زوج لا عاد لا انت عاد تعرفها عاد يا اخي انا نعرفها قابلتها مره بركه وتكلمت معها الحكايه عندها قريب 10 سنين توا ما نتصورش كلام مازلت تذكرني خويا كان نويت على العرس ندخلوا لك باش تغني لك بسوم مرفق والله ان شاء الله ربي يسهل انا نتمنى لها اول حاجه الصحه والعافيه ونتمنى باش تقعد ديما تغني وتطرب الشعب التونسي والشعب العربي بصفه عامه ان شاء الله كان ربي يسهل اش بيه اللي عند ربي مش بعيد حاسك توا وين باش تولي تحرك على العرس باش كيك تجي من فيخ تغني فقط هذاك هو الهدف والله ان شاء الله ربي يسهل انا توا بكري اول ما بديت نحكي معاك قلت لك انا دخلت في الموضوع وحركت في العرس انا ما سهلش ربي ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله ربي يسهل لك طارق وكون اني بالفير بالنسبه للعيد العيد ميلادي يا فهم غدوه هاي وكان تستدعوني والله يجي هو انا مش ماشي انت يا اخي اسمع فيه قلت الجماعه كلها باش تهرب غدوه هي شنو عندكم في السهريه يا اخويا عندنا حفله مش نورمال عندنا ليله عندنا ليله جايبينها من الفاخر كان جايبينا من الفاخر تو نعمل لا باش نجيبوا زياد غرس ايش بيه حتى زياد غرس مش خايف لا عاد اخترت امينه فاخت انت امينه فاخت مش عندنا امينه فاخت انا قبل حتى كي نسمع ده مثلا في شهرية خاصة نبدا نحاول نحب ندخل حتى من غير استدعاء ما الله غالب ساعات ما تختفش هي ترفض الحضور حتى كي استدعاوها الحوارات لا هي الحوارات ترفض الحضور وحتى في الشهريات الخاصة معناها العائلية كما نقولوا تاع الزواج ولا المناسبات العائلية ما تمشيش للناس الكل تمشي كان لك الناس القراب وتلقاها معناها عندهم ولا هكا واحد هكا يحب حب كبير كيما طارق اللي معانا في التليفون والله انا نحبها ونتشرف بها الحب هذاك خاطر الفنانه خشينه اي شو تقول لها لو تسمعنا طارق امينه فاخت انا نقول لها ان شاء الله ترجع لنا في اقرب وقت وتعمل انتاجات جديده وفي المستوى نتاع الرميات اللي عملتهم وان شاء الله كان بنت عندها الموهبه نتاع الفن كيف خليها تغني خاطر انا سمعتها تغني قبل وصوتها باهي ماهوش خايف ملكه هي اسمها ذولي ملك اي ملك ان شاء الله ربي يوفقها وان شاء الله انت ربي حقق لك هالامنيه ذي ساعه القى الشريك تحياتك اللي باش تعرس بها وكلمنا ان شاء الله تو نشوفوا كيفاش تكون امينه فاخت خويا طارق حاضر في زواج جديدك وشكرا اذاعتي افهم الكل شكرا ليك طارق شكرا لكل الناس اللي قاعدين تبعوا فينا في كلام القلب موصين حتى ل 11 متاع الليل حبيت شخصيه مشهوره شخصيه عامه رجل او امراه كيفاش كان حب فني فقط ولا لدرجه انك تعلقت به بشده الشخصيه هذيا المشهوره كلمنا على رقم 31 380 1 31 380 1 بعد شويه مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو 59 دقيقه رجعنا معكم في كلام القلب موسين حتى ال 11 متاع الليل معنا سي حمادي اهلا وسهلا سي تبروك اهلا بسي حمادي غير بذلك لك تبروك يا باهي شو احوالك سيدي تعرف اول حاجه نحبك انت انت الاول ساعه انا الاولاني صدق اي انا مقبله نستنى فيها هذه شخصيه مشهوره ما قال حد يا طارق انا مؤمن الانسان الصحافي اللي
يسمي بسم الله في البرنامج بتاعه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله حتى شوف يا تارك يا أخويا ربي خلونا نتكلم رانا احنا مؤمنين ويفتحونا المجال. الإنسان يقول لك ما ننزل جلسة ولم يذكر اسم الله إلا وقست قلوبهم. إيه ونعم بالله. البداية بسم الله والحمد لله وصلاة بداية طيبة حسن ربي صلى الله يبارك لك. وأنا حاس بك اللي أنت مؤمن حاس. أنا عندي نظرية حاس بك أنا مؤمن. عندك شكوك اللي أنا مش مؤمن؟ لا 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 أنا كنت حسيت بك أنت مؤمن. الله يبارك لك يا حمادي. الله يبارك لك. لا تفهميش بالغلط سي طارق. الله يبارك لك. أنا نتبع فيك ديما قلت لك نحبك وديما تجيب آيات وتجيب أنا حسيت بك. أنا نعرف روحي شنو سيدي. هذا كلامك يفرحنا برشا ويحطنا قدام مسؤوليه كبيره ان شاء الله ديما نكونوا في مستواها. منين نتكلم فينا سي حمادي؟ المؤمن يحب يقول المؤمن. طبعا يحب يقول المؤمن. يحب لاخيه ما يحب لنفسه. صحه المؤمن لاخيه. يعطيك الصحه سي حمادي. منين نتكلم فينا لو تسمح؟ بن عروس. بحذاك بحذاك بن عروس. بحذاك في السكنه مش في الراديو. اي في السكنه غادي. قداش العمر؟ 55. انا كنت ماكش بحذايا في العمر. لا أكبر منك. سيدي إن شاء الله ربي كبرنا في طاعته وربي يعطيك العمر بالصحة والعافية. أنا سي طارق بين قوسين. أي بين قوسين ترى. بالنسبة للفن فما الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أنا فنانة في مصر قال لها شير عالم ثابت وتنسية والحمد لله. أي ومصائب قوم عند قوم فوائد الدعم. وانت تفهمي ايه وانت شنو الشخصيه المشهوره اللي حبيتها؟ انا الشيخ مليح. الشيخ مليح هو الشخصيه المشهوره. شخصين حبوا برشا برشا. والشيخ عمر عبد الكافي. اي الشيخ مليح اللي تعدى مع رفيقه. اي مع الرفماق. صحيح. اي ممتاز. عمر عبد الكافي المصري. المصري. اي ملايين هذاك مشاهد على اليوتيوب. صحيح. خاطر يفيدني ياسر. اي احذر العدو مرة واحذر الصديق ألف مرة ربما الصداقة تنقلب العداوة وهو أضرب المضرة. أنا نحب العلماء برشا. شنو اللي حبك في الشيخ مليح؟ شنو الحاجات الشيخ مليح؟ الشيخ مليح فك الدعاء نتاعو إنسان حسيته قريب لربي وهو تاله ربي وخاطر أنا تناني ربي كيفه. أنا نسهر روحي العمليات اللي عملتها لكن هو فوتني. انا نحبه ياسر هذاك. نحب نوصل له شيخ مليح. هو فقد ابنه كرمه. اللي فقد ابنه كيفي انا فقدت ابني ان شاء الله ربي يرحمه. ذكرني يا سي طارق. اي تفكرت صحيح غير انا فهمت شنو هو. ان شاء الله ربي يرحمه. يعني قلت لك المؤمن يصاب ليت محلاك كي قلت له فقد فكرتني فيه فقد ابنه. يعطيك الصحه. ابتلاء من عند الله. نحبه شيخ مليح. نحبه كالدعاء نتاعه محلاه من عبد الفقير الذليل يا رب الجليل الكريم. محلاه ان شاء الله. اللهم ارزقنا حبك يا ربي وحب من حبك يا سي طارق. رو انسان يتحب بالحق يتحب. عندك شيخ عمر عبد الكافي والله ثم معاكم انتم وطويكا جعفور زاد نحبه خاطر حسيته انسان يحس بالوضعيات نتاع المجتمع. فهمت شنو هو؟ صحيح صراحه جعفور عمل اليوم برك عملت انفيتيسيون ما رجعليش. حبيت نكلم والله ما رجعليش جعفور. فهمني الهي شوي اي ممكن طيب اما شيخ مليح كان يوصل له الميساج هذا. يوصل له قول له شنو تحب ويوصل له. والله يا سي طارق ماذا بيا نكلمه خاطر ربي ابتلاه يا خويا الشخص هذاك. محلاه. حطوا لنا العنوان بالشيخ مليح خلي يوصل له بالله. شنو تحب تقول له سي حماد؟ يلا خلينا نضمن وصول الرساله. ماذا بيا نكلمه يا سي طارق؟ ماذا بيا نكرمه؟ ماذا بيا مش عارف انا صراحه. استفدت منه برشا. هو شيخ عمر بالكافي بعيد لا محاله. اما لكن دروسه وصلت. والله مش ليا. صدقني ثم صلاته على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلت كوني يا ولدي رانا مؤمنين. وصلت الرؤية رأيت عبد الحماد الكافي خلي فينك شبيك ما عادش تصلي على هي صلاة وهذه صلاة شاملة. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابي وأزواجي وأبنائي ومحبيه.
صدقني صلى الله عليه وسلم. من عيانات من هيك مع سيدي بكري كلا حلمت بيه حلمت بيه قال لك شبيك عندك مده غايب ما عادش صلي على النبي. اي نعم صدقني يا ربي تشهد علي في كل كلمه ورحمه ولدي هذاك اللي انت كيما نقولوا صلى الله عليه وسلم. شيخ عمر عبد الكافي ناس هذوكم ناس بحق في تراهم في هذوكم هذاكم. وعندك طاهر بن عاشور الله يرحمه تاع تونس ما وش خفي 45 سنه يفسر في القران واحنا ناس في القهوه تضرب في يا ستاره خويني خلينا نوصل معلوم فيش ضيعنا وقتنا ايش تسال عن وقت فيش ضيعته يا اخوي 45 سنه يفسر لك في القران. اندونيسيا تجي سفير اندونيسيا احتاليه في تونس احنا غمضنا علينا ليه؟ علاش علاش علاش؟ العلماء ورثت الانبياء يا ناس العلماء ورثت الانبياء كان يا واقع ولا خاطي يا طارق يا اخوي كلمني ما شاء الله عليك سيدي. العلماء ورث الانبياء يا حبيبي تحفظ منه حاجات تدون ثم كلام يدون كيما القران مثل قارئ القران كمثل الاطرجه ريحها طيب وطعمها طيب. اشرف امه اشرف امه هم حفظت القران يا رسول الله والله سعدت بيت انا يا سي طارق شيخ مالي كان يربي يبارك لك كيفاش نوصل لكم باهي سيدي حاولوا كي يا سي طارق بالله قبل ما نعلق الليله ثم شخص امراه كلمت من مرناك سالت عليا وكلمت المعده وكنعطيها نمرويه ولا عطوني نمروه من مرناك هي هاني كلمت سي طارق ونعرف كنت تاخذ خاطر شبيه هي ذكرني ذكرني فيه مدام سعيده من مرناك مدام سعيده هي تفكرت الاسم قالت لك قلت لي قالت لك غارني اللي ولده 17 سنه انت ايش حاجتك بها؟ لا هي سالت علي هي سالت عليك هي سالت علي وهي مش متزوجه اي وانا مانيش متزوج باهي ما احنا نصور نمرو ما عادش عندنا مالا مدام سعيده كانت تكلم فينا ها وزي حمادي عاود تكلم اطلبنا خلينا ناخذ نمروك ونمدوه له يا سي طارق قول لي سيدي قول لك حاجه عندي صاحبي ايش قال لي انا مفلت قال لي يا فني انت حب لك وحده صحابيه تهبط لك من السماء تنجم تعيش معك سيدي ان شاء الله يا رب يرزقك كل الخير ويرزقك اي انسان قادر على اسعادك ان شاء الله يكون من نصيبك في هذه الحياه ان شاء الله ربي يعوض عليك ما راح ان شاء الله ربي يعوض عليك باللي تنجم بالمقدور عليه والله على كل شيء قدير حد ما ياخذ بلاصه حد لكن في الحياه نحاول نمليه بعض الفراغات بما نقدر يرحل فلان وياتي فلان الاماكن ماهيش كيف كيف التاثير ماهوش نفسه لكن نحاول نعوضوا الفراغات بطريقه معينه كما يضرب جوار مهم في الجمعيه كنت تلعب 4-2-3-1 ما تنجمش تعوض نفس الدومي دروا مثلا تبدل فورماسيون 4-4-2 تتاقلم لكن يبقى غيابه مهم اك الشخص هذاك سواء يكون من العائله سواء يكون صديق او حبيب فكل غياب شر ربي يعوضكم عليه وربي يصبر كل انسان فقد واحد من احبابه موصلين في كلام القلب حتى ال11 نتاع الليل حبيت شخصيه مشهوره شكون هالشخصيه ذي كيفاش حبيتها وتغرمت بها كلمنا على رقم 31 308 1031 308 1031 بعد شويه اخبار الرياضه مع وسام بن حسين قبل هذا الاخبار مع ايمن الطيب راجعين معكم في ساعتنا الثانيه بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفام أحلى غاديو.